موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فاعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بين يدي الساعة، بعث هو والساعة كهاتين، وإن كادت لتسبقه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأعطاه سبحانه وتعالى الكتاب المبين، وأعطاه جوامع الكلم، وجمع له في الكتاب وفي الحكمة التي أعطاها الله عز وجل له من آيات نبوته ما يعجز عنه الإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالزموا كتاب الله والزموا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أحب أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من سورة آل من سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من تأمل هذه الآيات بعد أن يعرف حال العرب والتحريمات التي كانوا يحرمونها في السائبة والوصيلة والحام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وتشريعات اخترعوها يحرمون ما أحل الله لهم ويستبيحون ما حرم الله عليهم مما لم يذكر اسم الله عليه، وغير ذلك من سخافات العقول. بل ومن تأمل عقائد كل الأمم وأعمالهم وعبادتهم وما يتحاكمون إليه لوجد الفرق الهائل، ووجد معجزة من معجزات النبوة في هذه الكلمات اليسيرات لكنها الآيات البينات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا، فقد تضمنت الآيات ما نهى الله عز وجل عنه، ولكن ذكرها سبحانه وتعالى في سورة الوصية ألا تشركوا به شيئا. فالشرك أول المنهيات وأعظم المحرمات، ولا يقبل الله معه عملا ولا ينفع مع وجوده عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. ولذلك كان عبادة غير الله أيا ما كان أخلاق صاحبها أو كان سلوكه مع الناس أو إحسانه إليهم لا ينفعه شيء مع الشرك بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وسأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك.
فهذه العبادة لغير الله من هي أعظم محرم على الإطلاق، وذلك لو كان شركا في الربوبية أو الألوهية أو في الأسماء والصفات، أيا ما كان فهو أعظم الذنوب. وذلك الشرك في الربوبية أن يعتقد مع الله خالقا أو رازقا، أو يعتقد مع الله ضارا أو نافعا، هذا المعنى الأول، أو من يدبر الأمر في الكون. ثم المعنى الثاني من يعتقد أن هناك من يملك مع الله، فالله وحده هو المالك لكل ذرات الوجود. ولذا كانت دعاوى الحرية المطلقة التي يحاولون فرضها، يحاول الغرب فرضها على المسلمين أن يدينوا بها، وأن يقولوا أن الحرية المطلقة إلا ما تعارض مع حرية الآخرين هي أعظم القيم، يحاولون أن يفرضوا ذلك. كانت هذه العقيدة كانت شركا بالله، لأنها منازعة لله في ربوبيته. كما أن من يدعو غير الله ويعتقد فيه الضر والنفع والرزق كمن يعتقدون في الأموات سواء كانوا أولياء أو غير أولياء، ومن يدعو من دون الله الجن أو النبيين والملائكة، فإن ذلك كله لمن اعتقد أنه يضر أو ينفع من دون الله شرك أكبر. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهي قضايا عظيمة الأهمية بمكان لا بد أن ننتبه لها غاية الانتباه. وكذلك النوع الثالث من شرك الربوبية أن يعتقد الإنسان أن غير الله له أن يأمر وينهى ويشرع من دون الله أو مع الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قضية التشريع، قضية الأمر والنهي، لأن الرب هو السيد الآمر الناهي المطاع. فلذلك كان من يعتقد أن غير الله هو الذي له السيادة يشرع للناس، فردا كان رئيسا أو ملكا أو جماعة من الناس يعطونهم حق التشريع ويقولون: نعرض شرع الله على رأيهم، فإن وافق أغلبيتهم فهو كذلك يقبل، وما لا يوافقون عليه يرفض. هذا لا يقوله ولا يدين به مسلم، لأن أهل الإسلام يعتقدون أن المرجعية الأساسية بل الوحيدة للأحكام كلها هي الشريعة الإسلامية. ولذلك كانت هذه القضية عظيمة الخطر في بلاد المسلمين، أن يسن لهم أن يتركوا شرع الله وأن يتبعوا ما يهوونه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وأما الشرك في الألوهية بأن يصرف الإنسان عبادة لغير الله، كأن يركع لغير الله أو يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله. الله سبحانه وتعالى جعل دعاء غيره شرك، فقال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالعبادات كلها يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما أحوجنا إلى أن تحيا قلوبنا بهذه المعاني، ونعلم أن الأمور كلها ملك له، فلا نسألها إلا منه،
ولا نستعين عليها إلا به، وأعظم ما نطلبه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال إني لأحبك، والله إني لأحبك يا معاذ، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمطلوب الأول في حياة الإنسان هو تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، ثم إنه لن يحقق ذلك إلا بأن يعينه الله. ولذا هذه القضية نسأل الله إياها كل يوم 17 مرة على الأقل، إياك نعبد وإياك نستعين، فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم بعد ذلك لا بد وأن تعلم أن أمور حياتك كلها تستعين فيها بالله وحده لا شريك له، فطعامك وشرابك ورزقك لا يملكه إلا الله، صحتك وحياتك وموتك لا يملكها إلا الله، فاستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم الشرك في الأسماء والصفات بعد ذلك، وهو أصل أنواع الشرك، الشرك في الاعتقاد في صفات الله عز وجل خلاف الحق، كمن شبه الله بخلقه أو شبه الخلق بالله أو نفى صفات الله عز وجل، فكل ذلك من الشرك. فمن شبه الله بخلقه كمن زعم أن لله صاحبة أو ولدا، وزعم أن الله عز وجل عاجز ضعيف يغلبه خلقه، وزعم أن الله يتعب، وزعم أن الله فقير ونحن أغنياء، وزعم أنه سبحانه وتعالى يده مغلولة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأما من شبه الخلق بالله، فمن جعل لهم أنهم يعلمون، جعل لهم التدبير وجعل لهم علم الغيب وجعلهم يملكون هذا العالم ويدبرونه، حتى ربما يسألونهم الرزق والولد، يأتون قبور الصالحين فيقول أحدهم اديني عيل يا سيدي فلان، اشفي ابني يا سيدي فلان. قد جعل صفة الرب عز وجل صفة لهم، وكمن يعتقد أنهم يعلمون الغيب، قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أو يعتقد لهم القدرة التامة، أو السمع المحيط والبصر المحيط، هذه صفة الرب عز وجل، مشيئته نافذة وقدرته شاملة، هو الذي خلق العباد وخلق لهم قدرتهم ومشيئتهم جميعهم كذلك بمن فيهم الملائكة، فإنما ما أعطاهم الله من قوة هي من خلق الله سبحانه وتعالى، فهم ليسوا أعوانا لله سبحانه وتعالى ولا شركاء له في ملكه، وهو سبحانه وتعالى وحده الذي له الملك التام، وهو الذي يدبر الأمر كله سبحانه وتعالى. وكذلك من ينفي أسماء الله وصفاته فإن ذلك من صفات المشركين، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنا اسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، نعوذ بالله من حالهم. وقال تعالى
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر بعد عبادته عز وجل وعدم الشرك به أمر ببر الوالدين كما بين ذلك في مواضع عديدة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبر الوالدين فرصة عظيمة لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما كبيرين فلم يدخلاه الجنة. رغم أنف ذل وخاب. فرصتك يا عبد الله أن يكون أحد والديك حي أو كلاهما، فإذا ماتا لم ينقطع البر، فلا يزال الدعاء ولا يزال الشكر لهما بالدعاء. قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال سفيان أرجو أن من دعا لوالديه 5 مرات في اليوم والليلة أن يكون قد شكر لهما، ذلك أخذا من أن الله أمر بالشكر له. والصلوات 5 شكر لله عز وجل. وأما بر الوالدين فادع لهما على الأقل 5 مرات لتكون شاكرا لهما لتكون شاكرا لهما، لأن لهما عليك من الفضل والإحسان كما ربوك صغيرا. الوصية 3 من الوصايا 10 في هذه الآيات 3، الوصية 3 ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر حاصل. والآية التي في الإسراء خشية إملاق يعني تخافون الفقر، فهناك من يكون فقيرا فيقتل ولده لا يطعم معه من شدة البخل وشدة القسوة وشدة الإجرام أن يقتل الإنسان ولده، وكأنه هو الذي خلقه. الله الذي أعطاك، الله الذي من عليك، ما خلقت فيه سمعا ولا بصرا ولا يدا ولا رجلا، فكيف تقتله؟ نعوذ بالله من ذلك. وإن مما يشبه قتل الولد خشية أن يطعم معك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشبهه وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم الوأد الخفي، الاعتراض على أمر الله عز وجل الذي قضى بأن يعطي رجلا وامرأة حملا من حلال، فالإجهاض من ذلك. بل إذا وصل سن الجنين إلى 42 ليلة من بداية الحمل فأجهض كان ذلك قتلا للنفس، وكان مستوجبا إذا نزل فيه تخليق آدمي صيام 2 شهر متتابعين توبة من الله. ودية الجنين 10 دية الأم 5 من الإبل، جريمة مقررة وجناية كبيرة من الكبائر الإجهاض. وأما العزل وهو منع الحمل قبل تكونه أو في خلال 42 يوما فهو على أحوال، منهما يكون محرما إذا كان خوف الفقر، لأن مجرد خشية الفقر سوء ظن بالله عز وجل. وإذا كان لأجل مرض عند الأم ويخشى عليها فإن ذلك يجعله مباحا. وأما إذا كان لإيثار الراحة، وكما يزعمون حتى أحسن تربيتهم، وكأن البشرية قامت على الراحة، وقد قال عز وجل وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وقال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، فالضعف والمتاعب والآلام أمر متقرر، وأمر الله سبحانه وتعالى باستمرار البشرية بوجود هذا التناسل. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يربوا أولادهم على المبادئ الدين والإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك كما قال ابن مسعود علموهم أدبوهم،
فالتربية على معاني الإيمان تنشئ شخصا مختلفا عن ذلك العبء الثقيل الذي لا يعرف من الدنيا إلا كرة القدم، أو لا يعرف إلا لعب الدومن والطاولة والشطرنج، أو لا يعرف إلا النظر في الأفلام والمسلسلات فضلا عما هو أسوأ من ذلك من الأفلام الإباحية، الذي يجلس على المقاهي بلا إنتاج، والذي يريد أنواع الأموال تأتيه بلا عمل. هذا بلا شك لا يمكن إلا أن يكون عبئا، لكن من المسؤول عن ذلك؟ الأبوان والمجتمع والدولة. لابد أن نربي الناس جميعا على معاني الإيمان وعلى معاني الكسب والعمل، فإن التكسب دون سؤال الناس هو أمر الله عز وجل لعباده المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبلة حبالة فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول. مسؤوليتنا تجاه أولادنا، ومسؤوليتنا تجاه النفقة عليهم، حتى وإن حدث انفصال بين الرجل وبين امرأته بطلاق أو خلع أو غيره. مسؤولية الأب في الإنفاق على أولاده. وابدأ بمن تعول. فلا بد أن نتحمل المسؤولية، ولا بد أن نبحث عن ما يلزمنا من أنواع الإنفاق والكسوة والإسكان، دون أن يحدث ما نراه من تفريط في المسؤولية. إن عبء عدد السكان الكبير إنما هو في النوعية السيئة، وأما إذا كانوا نوعية صالحة وذلك بالتربية الإيمانية، ليس بالتربية في المدارس الأجنبية أو تعليم اللغات الأجنبية قبل اللغة العربية كما يظن كثير من الناس. إن التربية على معاني الدين هي التي تخرج لنا إنسانا لا يسأل الناس ويعمل بكل ما أتيح له من عمل. فاتقوا الله عباد الله، واستعينوا بالله، وتكونوا كثرة النسل ثروة بشرية عظيمة إذا كان الناس بهذه النوعية، فلنسعى إلى تحقيق ذلك، يفتح الله علينا من الأرزاق. الله الذي يرزقنا وإياهم، يرزقنا ويرزق أبناءنا، وهو يرزقهم إذا كان الفقر يخشى فقط وغير موجود. فالله سبحانه وتعالى قدم رزقهم في الحالة التي لا يوجد فيها الفقر، وقدم رزقنا في الحالة التي يخشى فيها الفقر. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين.